قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من دروس ومراجعات بإذن الله تعالى. حبايبي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. معانا النهاردة بإذن الله تعالى مع حل الامتحان الثامن والشامل والمتوقع من بوكلت كتاب المعاصر للمراجعة النهائية ترم أول. يلا اسكتش الملاحظات جنب حضرتك او جنب حضرتك، ونقول بسم الله ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. We choose a correct answer from A, B, C or D. A or N dots means a deep breath out that shows you are tired, sad or disappointed. تمام، ايه من الاربع كلمات دول؟ معناه نفس عميق للخارج، تمام، that shows you are tired، بتبين بيه ان انت مرهق، sad، حزين، or disappointed او غير راضي. تمام، يا ترى ambition اللي معناها طموح، اللي الصفة منها ambitious بمعنى طموح، تمام، ولا topic اللي معناها، برافو عليك، topic معناها جملة رئيسية او موضوع، ولا idea اللي بمعنى فكرة، ولا صاي الفعل اللي بمعنى يتنهد او يتحسر. طبعا الاجابة الصحيحة تبقى صاي بمعنى يتنهد او يتحسر. شوف كده بيقول لك ايه التنهيدة دي يا عم، في ايه؟ تمام، فكلمة صاي فعل بمعنى، برافو عليكم، يتنهد او يتحسر او تنهيدة زي ما احنا بنقول. Number two, after a long argument، يعني بعد جدال طويل. No one of them، ولا واحد منهم، could not the other، استطاع ان الاخر، with his point of view، كلمة point of view معناها وجهة نظر او رأي. يبقى بعد نقاش طويل ومجادلة طويلة اوي اوي اوي، مفيش واحد منهم استطاع ان يقنع الاخر بوجهة نظره. خد بالك، مفتاح حل الجملة وان حضرتك تحصل على الفول مارك في السؤال، تفهم السؤال كويس وتبص على الاربع اختيارات وتستبعد وبعدين تختاري الاجابة الصح. مش عايزين تسرع يا حبايبي. تمام يا حبايبي؟ تمام. طيب يبقى هناخد support فعل بمعنى يدعم او يساند او دعم، ولا persuade الverb اللي بمعنى يقنع، ولا adopt الفعل بمعنى يتبنى شخص او فكرة، ولا treat الفعل بمعنى يعامل او يعالج. طبعا الاجابة الصح هتبقى برافو عليكم persuade. يعني persuade يا مستر؟ persuade بمعنى يقنع. بتسوي فعل كمان مهم جدا اسمه الفعل convince، C-O-N-V-I-E-N-C-E، convince برضو بمعنى يقنع. تمام؟ تمام. Number three, you can't read my diary، أنت لا تستطيع أن تقرأ المفكرة بتاعتي، مذكراتي. It's، تقدرش تقرأ المفكرة أو المذكرة اللي بكتب فيها إيه؟ مذكراتي اليومية. It's personal، أمر شخصي، كلمة personal يعني شخصي. Normal بمعنى عادي أو طبيعي، زي ما أقول الحرارة بتاعته طبيعية، الضغط بتاعه طبيعي. Natural بمعنى طبيعي، خاص بالطبيعة. تمام حبيبي؟ يعني ما تدخلتش في إيد الإنسان. ولا usual بمعنى معتاد أو عادي. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى It's personal، يعني هذا أمر شخصي. تمام. Number four، ونركز قوي قوي كده ونستعين بالله ان شاء الله كلكم قافلين الانجليش لو تابعتوا معايا القناة دي بإذن الله. يلا دلوقتي ما تبخلوش علينا بلايك يا حبايبي، وشير وكومنت، واللي ما اشتركش يشرفنا بالاشتراك. والله اللايك والكومنت بتاعكم يا جماعة بيحفزني ان انا استمر، وبيديني دفعة كبيرة جدا جدا على الاستمرار وان انا اقدم الافضل لحضراتكم دايما ان شاء الله. You can't read my diary، it's personal. Number four، it's amazing to see، انه من المدهش ان ترى a variety of، كلمة variety of معناها تنوع من او اختلاف من، تنوع او اختلاف، of wild animals من الحيوانات البرية. تمام، live in the same place together، بتعيش في مكان واحد او في نفس المكان معا، together بمعنى معا، برافو. another word، كلمة تانية بتساوي كلمة variety اللي معناها تنوع، تنوع او اختلاف او تعدد. is يا ترى difficulty بمعنى صعوبة، ولا capacity، capacity بمعنى القدرة، ولا diversity، هي دي الاجابة الصحيحة، diversity بمعنى تنوع، ولا possibility بمعنى احتمال. طبعا الاجابة الصحيحة او امكانية possibility، الاجابة الصحيحة تبقى طبعا diversity بمعنى تنوع، بتساوي كلمة مين؟ برافو عليكم، كلمة variety. طب الصفة من كلمة variety، كلمة various، V-A-R-O-U-S بمعنى متنوع.
ليه سكتش الملاحظات جنب حضرتك، اي معلومه جديده، اي كلمه جديده ما انتش عارفها، انا بترجم كل حاجه سواء الجمله او الاربع اختيارات، لان ده النظام الجديد احنا ما بنسيبش حاجه خالص. نمبر 5، do you know a word، هل تعرف كلمه that not the opposite meaning of hospitality، هل تعرف كلمه، تمام يا شطار، تدي نفس المعنى المعاكس، يعني ضد، تدي ضد او عكس او مضاد كلمة hospitality. كلمة hospitality يعني ايه؟ برافو عليكم، كرم الضيافة. خلاص يا حبايبي كده، كلمة hospitality بمعنى كرم الضيافة. طيب هل تعرف معنى تدي او تعطي عكس كلمة hospitality؟ تعطي بمعنى اخد sense، ترسل، ولا forgives بمعنى يسامح، كلمة forgive بمعنى يغفر او يسامح، ولا take بمعنى يأخذ، ولا give. طبعا التعبير محفوظ، give a meaning او give the opposite meaning او give the same meaning، تعطي ام اقول give the same meaning، تعطي نفس المعنى. طب give the opposite meaning، تعطي تعطي المضاد او المناقض او زي ما احنا بنقول العكس. Number 6، thanks to modern technology، كلمة thanks to يا حبايبي بمعنى بفضل، ودي تتبع باسم او verb ing. Thanks to modern technology، بفضل التكنولوجيا الحديثة، you can do many things، تستطيع فعل الكثير من الأشياء. طلعنا بمعلومة إن كلمة things ناخد معها do مش make، do things. And the touch not at a button، بضغطة أو بلمسة على زر، أو بضغطة زر، زي ما احنا بنقول كلمة button بمعنى زرار أو زر. يبقى نقول إيه بقى تعبير؟ at the touch of a button بمعنى بلمسة زر. احفظ التعبير الجميل ده، at the touch of a button، يعني بلمسة زر أو بضغطة زر تستطيع عمل الكثير من الأشياء بفضل بفضل مين؟ التكنولوجيا الحديثة. Number 7، you must dance away or your bad ideas towards him، انت ضروري او يجب عليك ان انت تتخلص من كل افكارك السيئة تجاهه، تجاه هذا الشخص. He is an honest man، ده شخص او رجل امين او صادق. كلنا عارفين كلمة honest بمعنى صادق او امين. طب كلمة يتخلص من او يبعد زي ما احنا بنقول يا شطار، يا ترى you must give away، escape away، run away، get away. طبعا الاجابة الصحيحة هتبقى برافو عليكم، برافو عليكم، give away all your bad ideas، يعني تتخلص من كل افكارك السيئة. يبقى التعبير او الفعل give away في رقم 7 بمعنى ايه؟ برافو عليكم، بمعنى يتخلص من. وصلت؟ تمام، give away، احفظ معايا. number 8، حروف الجر بتلخبط ناس كتير، او الافعال اللي بيجي بعدها حروف جر بتلخبط ناس كتير، دي محتاجه ان انت تحل عليها كتير، لان مهما حفظتها بالورقه والقلم لو ما طبقتش عليها بتضيع وبتنساها، وحضراتكم عارفين الكلام ده كويس. نمبر 8، to use violence، تستخدم او انك تستخدم العنف، كلنا عارفين كلمه violence عن العنف، والصفه منها violent بالتي بمعنى عنيف، نشيل السي ونحط تي يبقى عنيف. to try to hurt or kill someone means to، ايوه، استخدامك للعنف لمحاولة ايذاء او قتل شخص معناها ايه؟ معناها attach بمعنى يرفق، attach بمعنى يرفق او يصل، ولا adapt، adapt بمعنى برافو عليكم يتبنى شخص او فكرة، ولا برافو عليكم حبايبي، المصر التانية بالاو، adopt، adopt التانية اللي بالاو، adopt بمعنى يتبنى شخص او فكرة، لكن adapt ديت بمعنى يتأقلم او يتكيف. برافو عليكم صحصحين، ايوه كده. طب attract بمعنى يجذب بالجيم مش يكذب بالكاف، بالكاف لاي، ال اي بمعنى يكذب، لكن يجذب كلمة attract. امال بقى الصح معانا هنا في الجملة دي attack بمعنى يهاجم، يبقى استخدام العنف لإيذاء أو قتل شخص ده معناه أنت تهاجم هذا الشخص، يبقى هناخد مين؟ attack في number 8. حبايبي معايا؟ تمام، الإجابة الصح دي. ننتقل لأسئلة الجرامر، زي ما اتفقنا هيجي لك 8 على الكلمات و8 على الجرامر، وبعد كده القطعة، مفيش ولا ترجمة ولا إيسي ولا الكلام ده كله في امتحانك. It's not allowed to smoke at hospitals. الله، إنه ليس من المسموح، وزيها بالضبط It's forbidden، إنه من الممنوع. It's banned، من المحرم. It's prohibited، من المحرم. تعبيرات دي It's against the law، إنه ضد القانون. كل هذه التعبيرات دلالة على التحريم والمنع. طب إحنا بنستخدم في التحريم والمنع مين؟ يا ترى have to
have to معناها من الضروري ان ولا mustn't ولا shouldn't ولا ought to. طبعا الاجابه الصح للتحريم والمنع بناخد مين؟ برافو عليك، وبناخد mustn't. يبقى في 9 في 9 ال correct answer B letter B هي الاجابه الصحيحه mustn't. نمبر 10 يلا بينا كده وركز معايا، عايزك تقولي الاجابه قبلي، كلكم ممتازين بسم الله ما شاء الله عليكم. This quiz is the most difficult quiz this term. هذا الاختبار، كلمة quiz معناها مسابقة للمعلومات أو اختبار قصير، سواء كلمة test يعني. This quiz is the most difficult quiz this term. الاختبار ده أصعب اختبار في هذا الترم. This means that ده معناه إيه؟ معناه no quiz is more easier than this quiz، إن مفيش اختبار تاني أسهل من هذا الاختبار، طبعا ده مستبعد. ولا this quiz isn't as difficult as any other quizzes، ان هذا الاختبار ليس صعبا كباقي الاختبارات. ولا no quiz is as easy as this quiz، او مفيش quiz سهل. is as، خدوا بالكم يا شطار، is as easy له نفس سهولة هذا الاختبار. ولا this quiz is more difficult than any other quizzes، ان هذا الاختبار يكون اكثر صعوبة من باقي الاختبارات. طبعا دي هي الاجابة الصحيحة لتدي نفس معنى الجملة الاولى، هذا الاختبار هو اصعب اختبار في هذا الترم، هي اما اقول الاختبار ده اكثر صعوبة من اي اختبار اخر. وصلت؟ اختار الادق في المعنى. خلاص يا حبايبي كده ولا ايه؟ تمام يا شطار. صلوا بنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. My father booked two rooms at the hotel. يعني والدي حجز بالفعل غرفتين في الفندق. الله، يبقى دي ترتيبات. الله ينور عليكم، بيرتب لحاجة في المستقبل. We don't to Hurghada to spend two days. احنا مسافرين الغردقة عشان نقضلنا يومين هناك. بس قبل ما نروح الغردقة احنا حاجزين غرفتين في الفندق، يبقى عملنا حاجات او عملنا ترتيبات في الحاضر عشان نعمل حاجة بالتأكيد في المستقبل، وهي هنا السفر للغردقة. طالما في ترتيبات بحجز تذاكر، بحجز غرف في فندق، فهمت يا شطار؟ معلم مش معايا، معاك يا مستر. لقينا كلمات زي arrange يرتب، او arranged مرتب له، او arrangements يعني ترتيبات. لقينا الverb prepared بمعنى معد له، او يعد prepared، خد بالك، او preparations بمعنى تجهيزات او اعدادات. يبقى على طول استخدم زمن. ايوه كمل بقى، نستخدم زمن مين؟ برافو عليك، والمضارع المستمر البريزنت كونتينوس للتعبير عن الارينجمنتس ان ذا فيوتشر. يبقى هناخد مين يا اولاد؟ برافو عليكم، ار ترافلينج، سي هي الاجابه الصحيحه. طب ليه يا مستر محمود؟ حبايبي قولوا يا مستر، لان اي ترتيبات في المستقبل بنختار زمن المضارع المستمر. برافو، يبقى سي هي الاجابه الصح في 11. يلا بينا نروح ل 12، مين يديني الاجابه؟ يلا يا وحوش سنه ثانيه. Doctors often advise people. الأطباء غالبا ما ينصحوا الناس careful of coronavirus، أن يكونوا حريصين أو على حرص من فيروس كورونا. تمام، خد بالك أنا عندي الفعل مين؟ الverb advise بمعنى إيه؟ برافو عليكم، بمعنى ينصح. طبعا لو غيرنا الاس السي تبقى advise بمعنى نصيحة، هنا الverb. يقول لي advise مفعول to المصدر، advise مفعول to المصدر. يبقى في 12 هناخد مين؟ برافو عليكم، هناخد to be. يبقى doctors often advise people to be careful of coronavirus. وصلت؟ وصلت يا مستر محمود. يبقى advise مفعول to الفعل فين؟ في المصدر. وصلت؟ وصلت. زي ask مفعول to المصدر بمعنى يطلب. يلا بينا number 13. I have made a nice cake. أنا عملت كيكة ملهاش حل، تمام، جميلة جدا. And you don't eat a piece of it. وانت ضروري انت لازم تاكل حتة منها، قطعة منها. سلوى said to me، سلوى قالت لي الكلام ده. خد بالك الجملة دي expresses a warm invitation، يعني دعوة حارة، عزومة بقلب. بنستخدم مين للتعبير عن الدعوات الحارة او العزومة بقلب؟ زي ما احنا بنقول، ده كان اول درس في الترم خدته جرامر، الضرورة وعدم الضرورة والالزام. يقول لك من استخدامات must العزومة بقلب او الدعوة الحارة. ده انت ضروري تيجي تحضر حفل ايه؟ عيد ميلادي. You must come and attend my birthday party. You must come and attend my sister's wedding. انت ضروري تيجي وتحضر حفل زفاف اختي. الجملة دي، الكيكة دي جميلة. You must eat a piece of it. ده بنقول عليه عزومة بقلب او دعوة حارة. يبقى نستخدم مين؟ must، زي ما احنا بنقول لواحد كده انت لازم تيجي، والله لازم تيجي وتزورنا. هي ديت.
بناخد مين يعبر عنها ان انجلش؟ ماست. ركز يلا، مين اللي ما عملش الاعجاب؟ ايه يا عم ما اشتركتش ليه يا عم الحاج؟ شرفت نورت القناه، دي قناتك والله مش هتكبر الا بيك. خلاص يلا كده، الاشتراك، الاعجاب، شير يا ريت يا حبايبي عشان ينفع غيرنا والقناه دي تكبر بيكوا ان شاء الله. الكومنت بتاعك ده وسام على صدري والله العظيم، يا ريت ما تحرموناش من الكلام ده كله يا شطار، ربنا يكرمكم ويوفقكم. والاعجاب طبعا اللايك ده نمبر 1 عشان ده بيساعدنا نوصل لغيرك او يستفيد زيك، جزاكم الله خيرا جميعا. نمبر 14، واي از رانيا هير؟ اه يا رانيا ليه هنا؟ تمام معايا يا تامر. She is supposed. She is supposed at the club. معروف الكلام يا شطار. Is supposed. Are supposed. Is meant. Are meant. اللي معناه من المفترض. تمام. أو من المفروض بيجي بعديهم to والفعل فين في المصدر. يبقى هناخد she is supposed to be at the club. في حالة أما تكون الجملة مبنية لمين. ها للمعلوم ناخد بعديهم to والفعل فين. هي المفروض تبقى فين؟ ها في الكلاب. يبقى to be at the club. لكن لو قبل لو قبل is supposed او are supposed دي مفعول، ناخد بعديهم to be والتصريف الثالث. ازاي يا مستر؟ يعني الجمله هنا بنقول ايه؟ هي المفروض تكون في النادي، فخدنا to الفعل في المصدر مع is supposed او is meant، ناخد to المصدر. تمام. لكن لو قلنا ايه بقى؟ الغرفه ديت من المفترض ان هي تنظف، كنا ساعتها نقول ايه؟ نقول بقى this room is supposed to clean to clean now ولا is supposed to be cleaned now؟ to be cleaned. يبقى خد بالك لو قبليهم فاعل تمام عاقل يعني في معظم الاحيان ناخد to المصدر، لكن لو قبليهم شيء وقع عليه الفعل او الحدث يبقى ناخد to be والتصريف الثالث الفعل. ولكن ركز في معلومه ان بيجي بعديهم to والفعل فين في المصدر، بس حبيت اضيف لحضرتك ان لو جه قبليهم مفعول ناخد to be والتصريف الثالث. Number 15. The sky is very cloudy. الجملة المشهورة. تمام يا حبايبي؟ السماء مليئة بالسحب. وده دليل محسوس ومرئي قدامي، دليل قوي، قاطع. I think it طبعا الإجابة ها هناخد is raining ولا rains ولا is going to rain ولا rain. طبعا ده تنبؤ بدليل قوي. A prediction with a strong evidence or proof. يبقى ناخد على طول المستقبل القريب. أما with or the adverb ing. وصلت؟ لكن لو تنبؤ بدون دليل مع I think مثلا كنا ناخد will والفعل فين في المصدر. وده الفرق بين will و going to في الدليل. بدون دليل will والمصدر مع دليل قوي أو محسوس. أنا بقول قوي أو محسوس يعني شايفه أو لمسه، ناخد am or going to المصدر. لأن الصفات الشخصية زي clever زي intelligent ذكي زي smart اللي معناها برضو ذكي أو أنيق، الصفات الشخصية clever intelligent smart بناخد معها will والمصدر لأن الصفات الشخصية ليست دليل. أمال أحمد is very clever، أحمد ده شاطر جدا. I think he will succeed ولا is going to succeed. القاعدة تقول لك تختار will succeed يعني will والمصدر لأن clever صفة شخصية والصفات الشخصية ليست دليل. أما في الجملة دي الدليل قدامي ده أنا شايف السماء كلها سحب، يبقى دليل قوي مرئي ومحسوس، ساعتها تختار المستقبل القريب. أما وإذا أرجوينج تو الفعل في المصدر يا شطار، ربنا ينور عليكم. يلا بينا 16. 16 يا باشا جملة حلوة أهي. I lend you my bike. طبعا الأبوستروفي دي اختصار لود لأن يجي بعدها الإنفينيتيف الفعل في المصدر. أنا هسلفك الدراجة بتاعتي if I. ركز ده حالة كام؟ مش في if هنا؟ وقبلها would والمصدر في جواب الشرط. يبقى دي حالة تانية type 2 صح كده ولا ايه؟ ما هي if ماضي بسيط would والمصدر. طب would والمصدر موجودة يبقى ناقصني بعد if ماضي بسيط سواء معلوم او مجهول. طيب هنطير مين في البداية؟ هبقى له مستر هتطير had asked. برافو عليك يا شطار. وهتطير am asked لان انا مطلوب هنا الماضي البسيط لان دي حاله الثانيه من اف وفي بعدها الحاله الثانيه ماضي بسيط. طيب عندي شكل المعلوم اللي هو اسكد التصريف الثاني للفعل، وعندي شكل المجهول صلى على رسول الله قوله صلى الله عليه وسلم وير اسكد. هناخد مين؟ الله الله على الجمله ولا يلا ما تحلوا معايا، انا هاخد وير اسكد لان الجمله مبنيه للمجهول مش مبنيه للمعلوم. ليه؟ بص كده انا هسلفك الدراجه بتاعتي لو انا طلب مني ذلك او لو انا سئلت ان افعل ذلك، مش سالت او طلبت، لا طلب مني، تم الطلب مني او تم سؤالي، يبقى الجمله مبنيه لايه؟
للمجهول، صح ولا انا غلطان؟ يبقى اي هنا مفعول وليست فاعل، يبقى انا محتاج لوز اوير والتصريف الثالث للفعل. واحد يقف يقول ستوب بقى مستر محمود في ايه؟ الله، مش اي دي المفروض ناخد معاها ووز اسكت حتى، يعني لو مجهول المفروض تبقى ووز اسكت. اقول له حبيبي في قاعده بتقول في الحاله الثانيه من اف بنستخدم وير مع كل الضمائر سواء مفرد او جمع، وارجع للكلام ده عندك في القواعد، صح ولا غلط؟ يبقى اجابتي الصحيحه وير اسكت. ليه؟ لان الجمله مبنيه للمجهول. طب ليه اصلا الزمن ماضي بسيط؟ لان ده تايب 2 الحاله الثانيه من مين؟ من اف. ربنا يكرمكم. طبعا هستعرض قدامكم القطعه كده اهيت، تمام، عشان حضراتكم توقفوا الفيديو وتحلوها، وبعد كده شطار ايه تبداوا تتاكدوا معايا. اهو القطعه قدام حضراتكم اهي يا شطار، تمام، بوقف الفيديو براحتك. ادي القطعه كامله اهي قدامك، وقفتها شويه، وادي الاسئله، طبعا اسئله الاختياري بس اللي حضرتك مطالب بيها، برضو اوقفها شويه اهوت، تمام، عشان حضرتك توقفهم براحتك تقرا القطعه كامله. وادي الاسئله عندك كمان اهي، ممكن تصورهم على الموبايل تحطهم قدامك، بحيث ان انت ايه صور الاسئله وبعد كده وقف الفيديو على القطعه وابدا حل. طيب انا بقى هديك الاجابات، وقفت خلاص، يلا خد الاجابات بقى وتاكد من اجاباتك. طبعا عشان احل الباسج كويس اقرا الاسئله كويس جدا 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 يا شطار، في الاختياري استبعد طبعا لحد ما اوصل للاجابه مين الصحيحه، وعشان تتقن القطعه لازم تحل قطعه كتير. ده نمبر A1، نمبر 2 تحفظ كم كبير من الكلمات والتعبيرات، تخمن، مش كل كلمه لازم تبقى عارف معناها، خمن من اللي قبلها واللي بعدها. طب ايه كمان يا مستر؟ حاجه كمان عاملها، منزل لك يا حبيبي هنا على القناه حلقة كاملة حوالي ساعة الا ربع بشرح فيها كيفية التعامل باحترافية مع القطعة، دور عليها على القناة هتلاقيها حبيبي، هيفيدك جدا ان شاء الله. طب ندي الاجابات بقى مع بعض، يلا سمعوني الصلاة على النبي. 17 هناخد دي، 17 هناخد دي انجويمنت، تمام يا شطار. طيب 18 هناخد سي، عشان ما اطولش على حضراتكم. 19 هناخد ايه اللي هي سمول. 20 هناخد بي، 20 هناخد بي. الحمد لله بفضله انتهينا من حل الامتحان الثامن من بوكلت كتاب المعاصر امتحانات الشامله والمتوقعه الترم الاول. انتظروني ان شاء الله على طول مع الامتحان التاسع ان شاء الله، احاول اكثف باذن الله تعالى حل الامتحانات عشان خلاص ما عادش في وقت. وانتظروا اقوى ليله امتحان في الجمهوريه باذن الله تعالى، وحضراتكم هتحكمهم. يلا ما تبخلش علينا بالاعجاب، ما اشتركتش يلا سبسكرايب، يلا حبيبي الكومنت، يا ريت يا ريت الكومنت بيشجعنا وكلامكم بيشجعنا والله العظيم، والشير على اوسع نطاق على الفيسبوك وتويتر و الواتساب والتليجرام لاصحابك، عشان ربنا ان شاء الله يكرمنا والقناه دي مش هتكبر الا بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.